حكا. صباح الخير ريهام إليك ولكل المتابعين الكرام. يسعد صباحك قصي. الأجواء حاليا اللي كنا بنعيشها خلال اليومين الماضيين هي كانت الرياح الشرقية النشطة فيها، الأجواء المغبرة أيضا كانت نشطة، كان مجموعة كبيرة من الأشخاص قصي خاصة اللي بيعانوا من الحساسية من هذا الجو واللي عندهم الجيوب الأنفية، فكانوا دائما بيتساءلوا متى يا ترى ممكن تنتهي هذه الأجواء تعود للاستقرار لحتى يعني يقدروا تنفسوا بشكل طبيعي وأكثر، وخاصة أنه الأجواء المغبرة كانت أيضا نشطة خلال الأيام الماضية قصية. نعم يعني هو تأثرنا خلال الأيام الماضية بموجة رياح كانت باردة نسبيا إلى باردة ودون معدلاتها السنوية العامة، هذا العامل الأول. والعامل الثاني أن مسار هذه الرياح كان من المناطق الصحراوية الواقعة إلى الشرق من بلاد الشام، وبالتالي مع حملت معها الغبار والأتربة خاصة يومي الجمعة والسبت، ولكن اليوم يعني نشهد تراجعا تاما تقريبا في الغبار وايضا انحسارا للرياح الشرقيه. يعني منذ ان بل بدانا نشعر بهذا الانحسار اليوم تراجع على سرعه الرياح بشكل واضح، زياده في دفء الاجواء وارتفاع على درجات الحراره. يعني ساعات النهار اليوم جو اكثر دفءا من الايام السابقه، لكن ساعات المساء والليل اكيد راح يكون الجو بارد نسبيا. غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء متوقع ان تستمر الحاله الجويه على ذات الوتيره، درجات حراره حول معدلاتها السنويه العامه، اجواء نصفها بانها معتدله الى حاره نسبيا خلال ساعات النهار وبارده نسبيا في بقيه الاوقات، وبارده فوق المرتفعات الجبليه العاليه خاصه في ساعات الليل والصباح الباكر. ايضا الاربعاء نفس النمط، ممكن يكون عندنا انخفاض قليل على درجات الحراره لكن دون تغير في الحاله الجويه بشكل ملحوظ. التغير سيبدأ في نهاية الأسبوع مثل الأسبوع المقبل، متوقع أن تصل كتلة هوائية باردة نسبيا من جديد إلى أجواء المنطقة، ستعمل على خفض درجات الحرارة بإذن الله تعالى وزيادة برودة الأجواء مجددا إن شاء الله. طيب قصي اسمح لي أحكي لك لسان أو حال لسان المواطنين والأهالي، بيحكوا أنه السنة بردت بشكل أبكر دونا عن السنوات السابقة، وفعليا شعرنا ببرودة كبيرة، وخاصة إنما إحنا كأهالي طول كرم اللي دائما تعتبر يمكن الأجواء بتضل مهما كانت باردة بتضل يمكن أكثر أو أخف برودة دونا عن المناطق الأخرى، المناطق الجبلية والبعيدة في الجنوب. بس بيحكوا طب كان في برودة بس ما يعني ما عشنا أجواء المطرية بامتياز أو الأجواء المطرية المبكرة لهذا العام. نعم النقطة الأولى يعني الرياح الشرقية هو موسمها يعني أو موعدها لهذا الوقت من العام، لكن هذه المرة كانت أشد وترافقت مع وجود كتلة هوائية باردة جدا في الشمال الشرقي فوق كردستان وشرق تركيا ومنطقة غرب بحر قزوين، وبالتالي هذه الكتلة الباردة هناك يعني دعمت وجود رياح أكثر برودة من المعتاد. لكن يعني انه الرياح الشرقيه غير معتاده، لا هي معتاده في هذا الوقت من العام، لكن زي ما قلت لك جاءت اكثر بروده من المعتاد. بالنسبه للنقطه الثانيه الامطار، صراحه هذا الشهر كان جاف تماما، صحيح. لم نشهد تساقط امطار على عكس شهر ايلول سبتمبر الذي شهدنا خلاله موجتين من الامطار، لكن شهر 10 جاء جافا تماما. والسؤال الابرز اكيد يعني طيب متى الامطار؟ بصراحه مؤشرات الخرائط الجويه تقول أن الكتلة الهوائية الباردة نسبيا المرتقبة مطلع الشهر الجديد، يعني احنا نحكي مطلع الشهر الجديد راح يكون يوم الجمعة، لكن يعني جمعة سبت أحد اثنين توقع أن تنخفض درجات الحرارة في فلسطين وعموم دول المنطقة بسبب كتلة هوائية جديدة. حتى الآن نراقب صراحة مسار وفعالية هذه الكتلة الهوائية الباردة، قد ينشأ على إثرها طقس غير مستقر وبالتالي ترتفع فرص الأمطار، لكن أكيد من الآن مش رح يكون واضح إذا هذه الأمطار كانت ستكون شاملة قوية إلى آخر ذلك، لكن يعني على الأقل أن بارقة أمل إن شاء الله، لأن فرص الأمطار ستبدأ مع بداية الشهر الجديد مع بداية شهر 22 نوفمبر إن شاء الله يا رب. قصي اسمح لي نوهت إجابة أو نوهت لنقطة خلال إجابتك أنه هذه الرياح الشرقية هي بموعدها السنوي، هذه الرياح الستات خلينا نركز شوي على هذه النقطة، يمكن الستات خلال هاي السنوات الماضية تعلموا يمكن أنه كانوا يتم عملية تعزيل البيوت بشكل مبكر، بس هالسنة يمكن أنهم تعلموا أنه الرياح الشرقية دائما ما بتحمل معها الغبرة فبيأجلوا موضوع التعزيل، فمتى الفرصة الجيدة اللي ممكن تنصح فيها الستات لبدء التعزيل في البيوت
لحتى يكون فعليا ما نرجع ونشهد يمكن الأجواء اللي شهدناها خلال الفترة الماضية، الأجواء المغبرة والرياح الشرقية بهاي الدرجة أو بهالصورة الكبيرة؟ نعم، يعني هي فرص تكرر الغبار خلال الأيام والأسابيع المقبلة ضعيفة، يعني فرص تكرر حدوث الغبار ليست عالية. أنا زي ما قلت لك، هو إحنا بالعادة بنتأثر بالرياح الشرقية والجنوبية الشرقية، بتكون مصاحبة لامتداد منخفض البحر الأحمر، وبالعادة يكون هذا الامتداد ليس باردا بشكل أو كما شهدنا، ولا يحمل كميات كبيرة من الغبار. لكن هي الفارقة هذه المرة أن الكتلة الهوائية الباردة في الشمال الشرقي التي دفعت الرياح بسرعة أعلى وجاءت من الشمال الشرقي في البداية ثم الشرق، عملت على حمل هذه الأتربة والأغبرة باتجاه المنطقة. لكن أعتقد أن فرصة حدوث الغبار في الأيام والأسابيع المقبلة أضعف مما شهدناه إن شاء الله، يعني الجو يعني راح يكون ملائم لأي نشاط خارج المنازل إن شاء الله. كل الاحترام لك قصي الحلايقة، أكيد مشكور على انضمامك وإيانا في برنامج طلة فجر، وأطلعتنا أكثر حول طبيعة الأجواء كيف ممكن تكون مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. والسؤال دائما اللي مطروح بين الأهالي حاليا، متى ممكن يكون في أمطار؟ إحنا اشتقنا للمطر، وخاصة مثل ما ذكر قصي إنه فعليا الشهر الحالي هو شهر جاف كان يخلو من أي تساقطات مطرية. إن شاء الله مع بداية الشهر القادم، قصي ذكر انه مع بداية الاسبوع القادم رح نشهد كتلة هوائية باردة، هم بيترقبوا كراصدين جويين انه هل ممكن تكون مصحوبة بتساقط للامطار، ويتمنى انه ذلك يكون ان شاء الله باذن رب العالمين. مع بداية الشهر الجاي نتمنى انه فعليا الامطار امطار الخير تهطل على فلسطين كافة. كل الشكر لقصي الحلايقة، اكيد حاليا